قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية من الزنا والحرام والنظر المحرم. قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. من آياته، والله تبارك وتعالى أنزل في القرآن الكريم 6,336 آية في 30 جزء. ما من آية إلا وتدل دلالة قطعية على أن الله موجود. وأنت أيها الإنسان، وجودك في هذا الكون دلالة على أن الله موجود. وإلا من خلقك؟ من أوجدك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من أحياك من عدم؟ إنه الله تبارك وتعالى. ومن آياته، والآية هي العلامة، فمن آيات الله عز وجل الدالة على عظيم خلقه سبحانه وتعالى أن أوجد الناس وجعل بينهم سنن كونية قدرية شرعية إلى يوم القيامة. من أنفسكم أزواجا، ومن ليست للتبعيض إنما هي للجنس، أي من جنسكم أيها الإنس جعل الله تبارك وتعالى منها زوجة. وخلق الله عز وجل الخليقة، وأول ما خلق الله تبارك وتعالى من الإنس خلق أبونا آدم عليه السلام وأسكنه جنته. فخلق بلا أم ولا أب، وخلق بأب دون أم، وخلق بأم دون أب، وسائر الخلق بأب وأم. فأبونا آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، خلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قال: إن مثل آدم عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آدم خلق مما وصف لكم، خلق من تراب، بكلمة كن فيكون. فالله على كل شيء قدير. ثم خلق الله عز وجل أمنا حواء عليها السلام من آدم الحي، ولذلك سميت حواء، حواء أخذت من الحياة لأنها خلقت من إنسان حي ليس من عدم كآدم عليه السلام. ثم خلق الله عز وجل عيسى عليه السلام بكن فيكون من أم دون أب، وهذه معجزة الله عز وجل للبشرية جمعاء. فهذا الخلق الثالث، والخلق الرابع نحن، جئنا من أم وأب. من يستطيع منا الآن يقوم ويقول: أنا خلقت من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله أوجدك. إذن اعترف بالله عز وجل، اركع له واسجد. فجزء من الحق الذي توفيه لربك سبحانه وتعالى أنك تصلي له وتعبده. فإذا قدم لك إنسان شيء شكرته، أليس كذلك يا إخواني؟ تقول له شكرا، بارك الله فيك. الله أوجدك، لا يستحق منك الشكر أن تصلي له سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن يصلي المسلم. وجئت بذكر هذا الموضوع الدقيق، الصلاة،
لأني دخلت إلى المسجد فرأيت أناس لا يصلون والصلاة قائمة، ودخلت من تحت فرأيت أناس كذلك واقفون في خارج المسجد لا يريدون أن يصلوا. لماذا يا أخوة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أحسن إليك وأوجدك، تقابل بهذه الإساءة؟ فهدى الله أمة محمد. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، في سكن، في طمأنينة. أما إذا انعدمت السكينة كان هناك الاضطراب، ويسمونه الاضطراب الداخلي في داخل البيوت. فإذا عدمت السكينة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأي بيت يا إخواني نسأل الله العافية ليس فيه مودة ولا رحمة بين الزوجين فسرعان ما هذا البيت يتفتت، يتغلغل فيه الشيطان، يأسرهم، يأسر قلوبهم والعياذ بالله. فسريعا ما يأتي الشيطان فيضع في رأس الرجل والمرأة أنه ليس ثمة هناك حل، لا بد من الطلاق، الانفصال. فيتم هذا الأمر، وأعظم ما تتقرب الشياطين إلى شيطانهم الأكبر بفعل في هذه الدنيا حينما يفرقون بين المرء وزوجه. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويرسل سراياه، يرسل البعوث، أنت ذهب هنا وأنت ذهب هنا وأنت ذهب هنا، فيأتون في المساء كيف العمال حينما ينتهون من العمل، قال فيعودون إلى شيطانهم إلى كبيرهم، فيقول أنت ماذا فعل؟ قال أنا جعلته يشرب الخمر. قال أنت ما فعلت شيء، هذه سهل. قال وين؟ قال ما زدت به حتى زنى. قال ما فعلت شيء، هذه بسيطة. قال وانت؟ قال ما زلت به حتى طلق زوجته. قال أما أنت فهنا، تعال جنبي، بحبه، خرب العيلة، دمر الأسرة، دمر المجتمع المسلم. فلذلك يا إخواني إذا حصلت مشكلة بين الزوج وزوجته يذهبون إلى أهل الخير، يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم. كانت خطبة الجمعة البارحة عنوانها لا تغضب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيجي الشيطان وبشوف إنسان غضبان وبينفخه، ترى كيف بينفخه يا إخواني؟ مثل واحد بينفخ البالون، تشوف صدره بدأ ينتفخ، أوداجه تنتفخ، وجهه يحمر. هناك نوعين من الناس، بعضهم وجهه يصفر وبعضهم وجهه يحمر، ليس كلهم على شكل واحد. فالشيطان ينفخ في الإنسان، فإذا نفخ في الإنسان اعلم أنها شرارة الشر. إيش تفعل؟ استعذ بالله. جاء في الحديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تسابا تشاجرا، فواحد والعياذ بالله صار وجهه أحمر انتفخ، فقال عليه الصلاة والسلام المعلم الأسوة، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب أو لذهب عنه ما به. فواحد من الصحابة واقف ولا جالس قال ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من منا يا إخواني لما بيغضب يقول هذه الكلمة؟ فيذهب الله عز وجل ما بك من همزات الشياطين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ. وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة الحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حب. ومن أسماء الحسنى سبحانه وتعالى الودود، يعني المحبوب والذي يحب. فالله يحب أولياءه وأولياءه يحبونه.
وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأقرع بن حابس، فرأى المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي امتلأ قلبه رحمة وحكمة صلوات الله وسلامه عليه، فقبل إما الحسن وإما الحسين أبناء فاطمة أبناء علي رضي الله عنهم وأرضاهم سيدا أهل الجنة، فقبل أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فعله، فقال: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحد. قال: لا أملك أن الله نزع من قلبك الرحمة. شوف يا إخواني، رحمة. ومن أسماء الحسنى سبحانه وتعالى الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام، نريد أن نطيل عليكم إن شاء الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة، 100 أنزل منها واحدة، فالخلق كلهم بها يتراحمون، حتى البهائم أجلكم الله يتراحمون بهذه الرحمة الواحدة. قال: فإذا جاءت يوم القيامة وزع الله عز وجل هذه 99 رحمة على الخلائق، حتى الشيطان إنه ليرفع رأسه يوم القيامة حتى تنال رحمة الله، لكن من المستحيلات. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين آمنوا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون. ما الذي يتفكر في آيات الله عز وجل؟ أنتم هنا الآن تحضرون هذا الأمر، هي آية من آيات الله عز وجل. وإلا لو ما في عندنا أجر نأخذ من الله عز وجل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نجلس في مجلس نشارك إخواننا في هذا الأجر العظيم، في هذه الفرحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر على جميع المسلمين، وأن يزوج عزاب المسلمين، وأن يقينا وإياهم الحرام ما ظهر منه وما بطن. فاليوم نحضر إن شاء الله بعد صلاة العصر في هذا المكان المبارك كتب كتاب أخونا محمد إن شاء الله على بنت أخونا الكريم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. فالآن تضع يدك بيد عمك إن شاء الله، تقول له: يا أخونا الكريم، زوجتك ابنتي نسمة على سنة الله ورسوله وعلى مهر مقدمه 30,000 كرونة دنماركي، ومؤجله 50,000 كرونة دنماركي، والله خير الشاهدين. قل له: قبلت زواج ابنتك على سنة الله ورسوله مقدماً 30,000 ومعجل مؤجل 30,000 50,000 والله خير الشاهدين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع الله بينكم على خير. فأخونا هو وكيل لا شك أنه أبو البنت إن شاء الله، توقع لنا بارك الله فيك. والشهود اثنين، بدنا شهود إن شاء الله اثنين يشهدوا. نوقع هنا شيخنا؟ نوقع هنا تحت هذا. نعم، بارك الله فيك. أكرمكم الله. وأنتم مأجورون إن شاء الله في هذه اللحظات المباركة. وقع كمان ورقة هنا. ومش بس الشهود اثنين، يعني كل من حضر فهو شاهد والملائكة تشهد. نعم، بارك الله فيك. عمك عباد. ايوه صح، الله يبارك ان شاء الله. ابو محمود مبارك عليك. ابو سامير مبارك ان شاء الله. الله يسعدك. يلا يا سيدي، هناك انا